September we met, I could tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me in a while. Yeah, you were impressed. مرحبا، يا رب ان شاء الله تكونوا بخير وانتم تشوفون هذا الفيديو. هذا الفيديو خصيصا للطلاب، لان هواي مسجات او رسائل توصلني بخصوص مواضيع معينه، فانا بدل ما ارد عليها وحده وحده قلت انه اجاوب عليها بفيديو كامل. بينما انا انتظر الكهرباء تجي قلت خل ابدي الفيديو ونتكلم شي كلام كلش حلو من القلب للقلب، وان شاء الله يا ربي يلامس قلوبكم وعقولكم ويغير حياتكم ويغير طريقه تفكيركم. الابتدائية، متوسطة، إعدادية، يعني مرحلتكم الدراسية بشكل عام، لازم تخلون ببالكم إنه أنا درجاتي بالمدارس ما راح تبين لي بشكل تام وثوق إنه أنا إيش راح أصير بالمستقبل، ولا هي اعتبار كلش 100% إنه أنا إنسان فاشل لو ناجح لو ذكي لو كسول. بمعنى لو درجاتي أنا بالتسعينات ممكن ما أطلع الشيء اللي أريده بالنهاية بالمعدل، ممكن درجاتي أنا بالثمانينات وبالسبعينات ممكن أطلع شيء بالنهاية وأطلع معدل زين. بمعنى ممكن يكون إنسان بالابتدائية أو بالابتدائية بدأ يكبر، بالمتوسطة، بالإعدادية درجاته مو كلش قوية، بس هو شعبه تقوه إنسان ناجح بالمجتمع، تقوه إنسان واصل، حقق أهدافه، طلع اسمه بالمجتمع. تفهموا قصدي؟ لأن هذا الإنسان فرق عنكم إنه هو اشتغل على نفسه، هذا الإنسان عرف نقاط ضعفه وين ما همته. أنا هسه أتكلم لكم عن تجارب يعني شفتها، وانتو اكيد اللي يشوفون الفيديو اللي يشوفون نفس هاي التجارب حياتهم خليكتهم بالتعليقات على مود الناس تشوفها. بمعنى انه انا واحدة من صديقاتي كان درجاتها مثلا تسعينات وبالاخير ما طلعت معدل زين. اكو بنية درجاتها مو كلش بثمانينات وبسبعينات وشفتها ناجحة بقسمها، انسانة متفوقة، اشتغلت ونجحت بمشاريعها الخاصة. تفهموا قصدي؟ بمعنى ان الانسان يشتغل على نفسه. أنا ما دا أقول إنه درجاتي درجات المدرسة هي مو مهمة ومو مقياس، لا، أكو طلاب هواية ما يديرون بال ويقولون يلا هاي درجتي هذا على مقدار مستوى عقلي، لا، احتمال مستوى عقله أكثر بمهارات وبخطوات أكثر، بس هو ما دا يتعب نفسه. هاي درجتي في شهادة، أوكي؟ فبمعنى إنه أنت جاي تتعب على نفسك صدق وجاي تقرأ صدق مثلاً، أو أنت جاي تقرين بس مثلاً هذا الموجود وهاي درجاتك مثلاً، شو تسوين؟ شو تسوون؟ انتوا برايكم شو تسوون؟ فاني ما استسلم، اني اامل بنفسي، الله خلقني على مود اني ابدع، الله خلقني على مود اني اعبد وعلى مود اني اشتغل وعلى مود اني افيد المجتمع وافيد نفسي وافيد اهلي. تفهمون قصدي؟ فانتوا يا اعزائي حتى مثلا من تسمعون كلام من اهاليكم او من تسمعون كلام من مدرسيكم او من المجتمع دار مدايركم انه انتوا ناس فاشلين، انه انتوا ناس ما تقدرون توصلون، وهذه انتوا بكيفكم. اكو ناس ترد وتجاوب، لا شلون انا انسان ناجح وهسه اشوف. اكو ناس لا ما تجاوب وتسكت لحد ما اعمالهم ونجاحهم هو اللي يتكلم بعدين. فهذا اللي اريد اوصله بهذا الفيديو، يعني واجه نقاط ضعفي واواجه النقاط اللي وقفت عندها او الاستسلام مالتي او الفشل بنفسي، وإن كانوا اللي حوالي أو داير مدايري يحتون علي، أنا ما طول دا أسوي اللي علي وما طول دا أبذل جهد وأتعب، أوكي، الله ما راح يعوفني. وبنفس الوقت كل إنسان راح يتجازى بجهده وبتعبه، وكل ناس تعبوا واجتهدوا وما حصلوا وما وصلوا الشيء اللي هم راسمين ببالهم. أكو هواي نقاط ثانوية ممكن تكون السبب، بس بمعنى أنه الإنسان لازم يكون ما يستسلم. يعني مثلا سأني ترى عندي هواي شغلات يعني اشتغلت عليها واريدها واتمناها بس ما صارت لي، بس هاي الشغلات اني ما صارت لي، بس شو اسوي؟ اقول ها هي اكيد بها شر الي، احتمال رب العالمين ضم لي اياها الي بمكان وزمان معين مناسب. والله انتوا حاولوا تتعمقون اكثر بمفهوم الحياه، تتعمقون اكثر بمواقف الحياة الحلوة والمرة، تشوفون الإيمان بنفسه، تشوفون التفاؤل والتشاؤم، شنو الفرق ما بيناتهم. يعني شلون نقول إحنا اختلطوا بالناس، شوفوا تلفزيون، شوفوا يوتيوب أشياء، اقروا كتب، أوكي، تابعوا ناس مثقفين، تابعوا ناس يحبون الحياة، تابعوا ناس يقرون كتب يثقفون، هاي الشغلات راح تتعلموها، أوكي. مو أنا شفت إنسان ناجح هذا نياله، انت ما تعرف هذا الانسان شنو الله اخذ منه، او بمعنى شنو هذا الانسان انطى تضحيات وجهد. يلا كل انسان بينا الى نقاط
يبدع بيها. كل إنسان بينا إلى ميزات حلوة تميزه عن غيره. احتمال أنا عندي فد ميزة ما عندك، أو احتمال أنت عندك فد ميزة وأنا ما عندي إياها. فأنت لازم تعرف، وأني هم لازم أعرف شلون أطلع هاي الميزة وشلون أشتغل عليها. أكو شغلة مهمة، من تحس نفسك أنت تحتاج أحد يحفزك، أو ما تحس نفسك ضعيف، أو تريد أحد يطبطب عليك، روح للشخص اللي أنت تحبه ويحبك ويحب ينصحك، مو الإنسان اللي غار منك أو الإنسان اللي مريدك تنجح. روح لأهلك، روح لأخوانك، روح لأصدقائك تحسهم ثقة، روح رب العالمين. افتح مثلا يوتيوب، شوف الشخص اللي تحبه اللي تابعه أنت يتكلم عن لا تقول لي التحفيز هو مجرد وقت ويروح، لا كان راح بيه. أنا لحد الآن ولكبري هذا أشوف مقاطع حلوة وتحفزني، سواء كانوا عرب أو أجانب. دائما أقرأ الحكم هاي والاقتباسات اللي بيها نجاح وتحفيز على مود أنا أحفز نفسي. تشوفون في حال ماكو أحد دائما دايركم مثلا، فأكو هواية طرق وأساليب، فأنتوا حاولوا تدورون عليها. ماكو شيء اسمه حظ، بس أكو شيء اسمه سعي وجهد. تمام، أنا قبل أقول أكو حظ إيه، بس بعدين افتهمت لا. يعني أنا أريد منكم إنه إحنا هاي كل هالأجيال الجديدة جاي تنشأ يكون عندها باب التسامح، باب اللي شلون احنا نقول الانسانيه، يعني مو حقد وحسد وغيره. بمعنى انا عندي مبدا واتمنى تاخذوه، يعني انا اشوفه هذا الشيء كلش مناسب الي وللناس. من اشوف انسان ناجح او اشوف شخص مثلا جاي مثلا بالعمل او بالدراسه او كذا، الله قد حلو، يا رب ان شاء الله اصير مثله، الله يوفقه، اساله شنو الشيء اللي سواه، شنو الشيء اللي انا غلط اسويه مثلا. اوكي، ما اقول والله نيالك انت كل شيء حصلت، انا ما حصلت شيء، انا اللي حظي هيجي. انا هواي ناس سمعتهم يقولوا لي هيجي، منار والله انت كل شيء عجاهز، والله منار انت ما انت كل شيء حصلتي، انت محظوظه انت. لا اوكي، انا اعرف هذا الانسان اللي قدامي اكيد تعب واكيد اجتهد واكيد مثلا ضحى بهواي شغلات، انحرم من شغلات معينه على مود. يعني تخيلوا انا وصلتني رساله جاوبتهم على الخاص بالانستغرام، قلت له انت بس سؤال، هو ولد جان، انت شاطر ولا مو شاطر؟ انت راح تنجح لما تنجح؟ لا دكتورة انا راح انجح اكيد، بس اهلي يقولوا لي هيجي. قلت له انت عوف اهلك، انت جاي تقرا؟ اي والله دا اقرا دا اتعب، بس هم يقولوا انت جاي تقرا. والله ورا فتره انا مرات مسجات تروح وما اقدر اجاوبها، بس هو دز لي اكثر من مره، شو يقول لي؟ يقول لي اني حصلت القسم اللي اريده تقنيات، اتذكر كانت لا منطقة فيزياء هيك شيء، قسم فيزياء كان. اوكي، كان صف سادس دي يقول لي، كان صف خامس متابعني. هم تفهمون قصدي شنو؟ هو امن بنفسه، امن بقدراته. انا اللي اعرفه اللي انا لا ادرس، مو اهل جاي يدرسون، مو قرايبي جاي يدرسون، انا جاي ادرس، فانا جاي اعرف. فتقريبا انا هذا الكلام شت حابه انه اوصله فيديو، واكيد عندي بعد كلام اخليه فيديوهات متنوعه. اتمنى يا ربي افتهمتوا واستوعبتوا الكلام اللي دا اقوله، وكتبوا لي تجاربكم ورايكم بالتعليقات. وبنفس الوقت راح اخلي حسابي على انستغرام امامكم، راح انزل اسك او هذا البوكس اللي فيه اسئله، على مود تخلوا لي اسئلتكم وقصصكم او تجاربكم نتكلم بها بالفيديو الجاي. يعني فتكون في التجربه تحتاج حل، عمود اني احلها والناس هم يحلوها وياي بالفيديو. اوكي، اشوفكم ان شاء الله بفيديو جديد. باي باي.